في هذه اللحظات خبر عاجل لكل الجماهير الأهلوية، وقدامنا صورة بس مباشر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خبر عاجل، مجلس إدارة النادي الأهلي يعقد اجتماعا طارئا. يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعا طارئا في هذه اللحظات داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة لمناقشة الموقف كاملا بخصوص مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والمقرر لها غدا الخميس على ملعب بتروسبورت. جاء ذلك نظرا لعدم تلقي النادي ردا مكتوبا من الجهات الأمنية أو اتحاد كرة القدم بشأن الحضور الجماهيري في مباراة الغد. وكان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قد حضر الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة والذي جرى مساء الأمس، وأبلغ الجهات الأمنية برفض مجلس إدارة النادي الأهلي الاتجاه المطروح لإقامة المباراة بدون جماهير، وذلك لعدة أسباب. أولها أن الفريقين المنافسين للأهلي على صدارة الدوري وهما الزمالك وبيراميدز لعبا مباراتهما معا في الدور الأول على نفس الملعب وبحضور جماهيري. السبب الثاني أن نادي بيراميدز تمسك بحقه المشروع في المباراة الأولى في الدور الأول وإقامتها على ملعب الدفاع الجوي الغير المسموح له بالحضور الجماهيري في هذا الملعب، ولم يعلق النادي الأهلي حينذاك رغم حرمان جماهيره من حضور هذا اللقاء. السبب الثالث أن كل المكاتبات الواردة من اتحاد كرة القدم إلى النادي الأهلي طوال الشهور الماضية حتى تاريخه لم يتم الإشارة فيها إلى إقامة مباراة الغد بدون جماهير. تاني، كل المكاتبات الواردة من اتحاد كرة القدم إلى النادي الأهلي طوال الشهور الماضية حتى تاريخه لم يتم الإشارة فيها إلى إقامة مباراة الغد بدون جماهير، خاصة وأن النادي الأهلي اختار لمبارياته الملاعب المسموح فيها بالحضور الجماهيري سواء استاد السلام الذي تم إغلاقه استعدادا لاستضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية أو ملعب بتروسبورت الذي من المقرر أن يستضيف المباراة غدا. وبالتالي فإن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز دون جماهير يعني إهدارا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، وانتهاكا لحقوق جماهير النادي الأهلي التي كانت على مستوى المسؤولية في كافة المناسبات الرياضية الكبرى. لذا أبلغ العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الجهات الأمنية رفض نادي الأهلي لهذا الاتجاه في الاجتماع الذي سبق الإشارة إليه. وفي المقابل أفادت القيادات الأمنية أمس إنها ستقوم بمخاطبة اتحاد كرة القدم بقرارها النهائي، والذي يقوم بدوره كالمعتاد بإبلاغ النادي الأهلي بالقرار النهائي بخصوص الحضور الجماهيري. ولما قد مر الكثير من الوقت ولم يتلقى النادي الأهلي أي ردود رسمية حتى هذه اللحظات، وبخصوص ذلك فقد دعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة يعقد في هذه اللحظات داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ حقوق النادي الأهلي. هذا هو البيان وهذا هو الخبر الرسمي العاجل الذي أعلن عنه النادي الأهلي في هذه اللحظات، ونشر عبر الموقع الرسمي ونعلنه بشكل رسمي عبر شاشة قناة النادي الأهلي لكل جميع